دي جي اس نربحوا الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الحسن حارث رئيس جمعية منتدى محبي واحد الشاق نادي الرجاء الرياضي. ومقابلة الديربي يعني مقابلة عندها واحد طعم خاص اللي عند البيضاويين، خاصة عندها واحد يعني كتكون واحد الأسبوع أو 15 يوم والناس كتوجد لهذا المقابلة. ربما اللي خلى هو الجماهير ما كيشولوش الجماهير الملاعب، ربما شوية الحديث عليها قليل، ولكن كتبقى ديما كتبقى مقابلة القمة ومقابلة التاريخ بين الفريقين. وأولا نتكلموا على الأفارقة ربما لقلنا خصهم الخدمة، لا خصهم الخدمة ما خصهمش يكونوا في فريق الرجاء الرياضي، لأن فريق الرجاء الرياضي خصو فريق واجد، خصو لاعب عمرا خصو لاعب يكون واجد، يعني لاعب متكامل. حتى الرجاء ماشي غتجيب لي لعاب غادي يوجدو، لأنه كيلعب على واجهات، خصو لاعب يكون ناضج يعني بمعنى الكلمة. وهاد الأفارقة اللي كنشوف أنا دابا في الرجاء ربما كنقول ما عندهم ما يضيفوا، لأن مازال خصهم شوية الخدمة، يمشيو يخدموا في قناة أخرى، ديك الساعة إذا كانوا موجودين راه يجيو فريق الرجاء الرياضي مرحبا بهم. والسؤال الثاني على مدرب الفريق وتذبذب النتائج، فمدرب الفريق أنا غنقول لك من النهار الأول أنا ما متفقش مع المكتب اللي دار مع التعاقد في اليوم الأول، لأنه أولا المدرب كما كنقولوا كنخدموا بالسيفي، السيفي ديالو أولا خاوي، ولا مشينا دابا للسيفي ديالو غنلقاوه عامر، عمراته ليه الرجاء، فهو خصو يشكر فريق الرجاء الرياضي لأنه عمر ليه السيفي ديالو ودار ليه اسم. فلهذا كنتمنى من السيد الرئيس والأعضاء المجلس المكتب المديري ديال فريق الرجاء الرياضي باش يدارسوا هذا الموقف هذا وينقذوه في أقرب الوقت، لأن الرجاء محتاج لواحد المدرب اسم وكفء اللي غادي يزيد بالفريق القدام. وتقييم ديالي هو غدا إن شاء الله ملي غيتطلق السونتر وغادي تعطينا المقابلة أشنو غادي يكون فيها، ملي غيصفر لاربعة النهاية هذاك هو. أما الكلام في المنابر ولا هذه فربما كيبقى كل واحد من حقه يتكلم، ولكن الملعب هو اللي غادي يعطينا النتيجة واللاعبين. وميساج ديالي لجميع مكونات وخصوصا اللاعبين، كنقولوا اللاعبين أنهم يتحزموا ويكونوا رجال، لأن المقابلة كبيرة عند الرجاويين. الانتصار يعني شي حاجة من غير الانتصار، خص الانتصار ويحسنوا المردود ديالهم، ونتمنوا لهم التوفيق من في قادم الأيام إن شاء الله. السلام عليكم، معكم محمد الصادقي السيس ديال جمعية منتدى محبي وعشاق نادي الرجاء الرياضي. أول حاجة تنشكروا ساد تي في على هاد الاستضافة، ومن هذا المنبر تنبغي نعطي الكلمه حول فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. بالنسبه لمقابله الديربي غادي نقول لك بان ما نقدرش نعطيك التكهنات ديالي، لان الرجاء مثل هذه المقابلات تتبين على الكعب ديالها. ولكن بالنسبه لهذا المدرب الحالي اللي تيشرف على سير ديال نادي الرجاء الرياضي، تدخلني شكوك بان الوداد غادي يتفوق على فريق الرجاء البيضاوي. وهو النتائج ديال المدرب الكراكي، تبارك الله منين تولى المهام داخل فريق القلعه ديال الحمراء وحنا تنشوفوا النتائج كلها ايجابيه، العكس ديال المدرب الشابي اللي اخر بعدا نتكلم على التعادل الاخير مع فريق اللي هو في الرتبه الاخيره في الترتيب ديال السبوره. انا تنشوف هذاك الانتدابات كلها انتدابات فاشله، لان فريق الرجاء البيضاوي تنعرفوا بان فريق ديال الالقاب وفريق اللي هو تنقولوا عليه بان فريق عالمي، خاصو لاعبين في المستوى ولاعبين في مستوى عالي اللي غادي يعطيونا الالقاب، ماشي يلا غادي يجي يتكون ويدي اسم داخل فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه لي انا تنحسبه من الجمال السلامي، لانه هو اللي تعب عليهم وهو اللي ضرب عليهم. اما الشاب رجاء دا هو اللي دا القاب مع فريق الرجاء البيضاوي، ما كان عنده السي في ديالو بانه خاوي، هو دابا ولا عنده السي في فيه جوج الالقاب، اذا هو اللي استفد من فريق الرجاء البيضاوي. اما فرجاء البيضاوي باقي لحد الان ما استفدتش منه حتى شي حاجه، حتى الخطه اللي تدخل بها خطه غير مفهومه، كل مره في كل مقابله تنشوفوا خطه في شكل. هذا هو الحويج اللي هما جميع الجمهور، وانا من هذا المنبر تنقولها غدا لمشى حتى نهزم امام القلعه الحمراء
غير حد السويرته تيمشي قبل ما يجي الجمهور حتى للتيران. انا من هنا من هذا المنبر تنقولها، وتنتمنى ان اللاعبين يلعبوا على الاسم ديال الفريق ديالهم ويخليوا جميع الخلفيات وراء حتى النهايه ديال المقابله. MDGS نربحوا الرياضه.